للحديث حول فكرة المقال نرحب برئيس جامعة آل البيت الأسبق الدكتور هاني الضمور. أهلا بك دكتور. جاء في مقالك هذه الجملة: دون مساس جوهري بالقضايا التي تعيق التقدم التعليمي. فما هي هذه القضايا دكتور التي تعيق التعلم والتعليم؟ شكرا أول لكم على طرح هذا الموضوع بك. وهذا موضوع أكيد بهم الجميع، يعني جميع المسؤولين وجميع يعني خلينا نقول الرأي العام فيما يتعلق بتوجه الحكومة إلى موضوع دمج الوزارتين، وزارة التعليم العالي وزارة التربية نحو مسمى جديد، وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية. احنا دائما نتحدث عن عملية الإصلاح بغض النظر عن المسميات واختلافها، لأن الجوهر الأساسي أن هناك قضايا في التعليم العالي أو منظومة التعليم العالي على مستوى التعليم العام عم تتراجع في السنوات الأخيرة، وهذا التراجع يعرف الكثير ما هي العوائق التي يعني تواجه التعليم العالي في الأردن، وسواء عوائق فنية مالية إدارية أكاديمية. وإحنا طبعا لما نتحدث عن هذا الموضوع نتحدث بشكل يعني جوهري وموضوعي، ولا نتناول في أشخاص معينين. إحنا دائما ننظر للأمور بطريقة موضوعية من ناحية إدارية ومن ناحية أكاديمية. فهل يعني البعد الاستراتيجي اللي إحنا دائما بهمنا هو إصلاح التعليم العالي بكل المعنى وبكل يعني خلينا نقول الطرق والتوجهات الضرورية؟ فدائما ننظر إلى سوية التعليم العالي من عدة زوايا فيما يتعلق بتحقيق المخرجات سواء على مستوى التعليم العالي أو مستوى التعليم العام بالنتائج المطلوبة من هذه المخرجات لمواءمة متطلبات العمل وسوق العمل. نعم. لما نتحدث عن طبعا القضايا اللي تواجه التعليم العالي في السنوات الأخيرة، نعرف أن هناك تراجع للأسف الشديد على المستوى العالمي بالنسبة إلى التعليم العام، وخاصة في بعض النتائج اللي جاءت للأسف يعني غير مرجوة أو بمعنى آخر ليس بالمستوى المنشود أو المطلوب. وأيضا بنتناول قضايا مهمة جدا، يعني إحنا هل فعلا مثل ما أنا ذكرت في وجهة نظري أنه هذا الدمج فعلا رح يساعدنا على تحقيق عملية الإصلاح، أم أنه رح يكون عبارة عن تغيير مسميات وألقاب وبالتالي البعد الاستراتيجي والضروري والهدف والأولويات لم نحققها؟ نعم، لربما دكتور هاني هذه ما زالت خطط على ورق ولم يتم تنفيذها، وسنعود للحديث عن هذا الأمر بشكل مفصل في الأيام القادمة في حال تم تطبيق هذه الخطة. بدي أشكرك جزيل الشكر رئيس جامعة البيت الأسبق الدكتور هاني الضمور، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.